اهلا وسهلا بكم مشاهدي الافاضل من جديد، انتم معنا في برنامج الفريق الدولي. تحدثنا عن الدوري الفرنسي، عن كاس العالم للانديه، عن الدوري الانجليزي، والان وصلنا الى جنه كره القدم، الى الدوري الايطالي الكالتشيو. من سيفوز بسكوديتو هذا الموسم؟ يبدو الامر شبه محسوم لنادي نابولي، ولكن علينا ان ننتظر مرور الجولات حتى نتيقن من هذا الامر. نادي نابولي هذا الاسبوع سيواجه كريمونيتسي في مواجهه او في مباراه ثاريه لمباراه الكاس. تعلمون جيدا بان كريمونيتسي كان قد اخرج وازاح نابولي من منافسه الكاس، لكن نابولي في الدوري فريق غير. نابولي في الدوري يكتسح منافسيه الواحد تلو الآخر، يدهس عليهم ويسير بخطى عملاقة نحو تتويج بلقب دوري غائب منذ أكثر من 30 سنة. من فضلك حمزة، أعطينا أجمل 5 أهداف للجولة الماضية للدوري الإيطالي، وسنتحدث مع قاسي سعيد عن نادي نابولي وقوته وشراسته هذا الموسم. لا، هذا الموسم هذايا حقيقة بين القوة ديالو، ولو تكلمت قلت مازال ما خلاش الدوري، ولكن لما تشوف كيفاش هو يلعب في البطولة ما راهش يخسر النقاط محمد. كل 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 أسبوع راهو يعني يأكد المكانة تاعو، يأكد يعني القوة ديالو في الميدان. نشوف بلي حتى تقريبا 56 نقطة، الفرق راهو بعيد بزاف على الإنتر دو ميلان بنسبة كبيرة، ولو كرة القدم فيها يعني دي سيربريز، بنسبة كبيرة نابل راح يتوج بالدوري هذا الموسم هذا. أمين؟ أكيد. لما نرى استمرارية فريق نابولي منذ بداية الموسم إلى غاية الآن، هذا الأمر الذي كان يفتقده نابولي، كان دائما ما ينطلق ويحقق بدايات قوية، ولكن لما يواجه كبار الدوري الإيطالي يفشل دائما في الفوز عليهم، خصوصا يوفنتوس. هذا الموسم تغير هذا الأمر كليا، أصبح يفوز على القاسي والداني، لا يفرق بين مباراة واحدة. نعم. أمام الإنتر. نعم، أمام الإنتر، خسر أمام الإنتر. لذلك أعتقد أنه في طريق مفروش بالورود نحو التتويج بأول ألقابه في الدوري منذ مدة طويلة وطويلة جدا. صراحة ما يفعله نابولي هذا الموسم يبقى ضربا من ضروب الخيال. من كان يتوقع أن نشاهد نابولي بهذه القوة، خصوصا حين نرى أسماء التشكيلة التي يملكها نابولي. لا يملك أسماء ثقيلة في أعلى مستوى، يملك لاعبين مغمورين تقريبا في عالم كرة القدم، لكنه تمكن من بناء قوي، بناء فريق مرعب وقوي جدا تخشاه كل فرق أوروبا. الانتر المفعم بالفوز بالديربي سيتنقل إلى سامدوريا يراقب السباق، 13 نقطة فارق، المسافة بعيدة وطويلة جدا عن صاحب المركز الأول، ولكن الانتر سيبقى يحاول. أكيد الانتر سيبقى يحاول. الانتر اليوم الدوري ماهوش في يده، اليوم مرتبط به شيء قليل الدوري. نعم. يجب أن يفوز تقريبا بكل المباريات ويبقى ينتظر تعثرات نادي نابولي، ما غير ذلك الانتر لا يمكنه الفوز باللقب في حال استمرار نادي نابولي على الاقل في 5 أو 6 جولات المقبله. لو يستمر نابولي في سلسله انتصاراته هذه دون تعثرات، اعتقد بان الامور ستحسم باكرا في الدوري الايطالي، ربما قبل حتى الوصول الى الجوله 30 ربما. نعم. هذه تبقى فرضيات فقط، لانه 56 43 نقطه، 13 نقطه كفارق، اي 5 مباريات. نعم. كاملة تقريبا فارق النقاط بين الفريقين، لذلك. نعم. الإنتر سيبقى يراقب وينتظر تعثرات. نعم.